حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. محمد عبد الجواد، ظهوره الأول وبداية انطلاقته الفنية كانت عن طريق الجامعة والتي أبرزت موهبته الفنية. إنه الفنان محمد عبد الجواد، صاحب التاريخ الدرامي الطويل والمميز. وبرغم أن مشاركاته في السينما قليلة، إلا أنه نجح في الفيلم الشهير الطريق إلى إيلات، وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم. كما سنتحدث عن مشواره الفني، وسنتعرف على ابنه الفنان الشاب، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. ولد محمد عبد الجواد في عام 1963 بمحافظة القاهرة، درس في كلية التجارة، وفور التحاقه بالجامعة انضم لفريق التمثيل، وحصل على لقب ممثل أول بالجامعة. بعد تخرجه من كلية التجارة قرر أن يصقل موهبته بالدراسة، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال دراسته قدم مجموعة من الأعمال المسرحية والتي لفتت إليه الأنظار، وخاصة صناع مسلسل عالم عم أمين، حيث قدموه في دور مميز جدا في المسلسل، وكانت هذه بداية انطلاقته الفنية. قدم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة وأدوار مختلفة، منها مسلسلات ضمير أبلة حكمة، العراف، أم كلثوم، القاصرات، إمام الدعاء، البطنية، طاقة نور، المواطن إكس. أما مشاركاته السينمائية فهي قليلة بالمقارنة مع أعماله الدرامية، ومنها يوم العرض، الكافير، ولا في النية أبقى، وفيلمه الشهير الطريق إلى إيلات. وعن كواليس الفيلم ذكر أنه لم يكن مرشح للدور في البداية، ولكن المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي هي من رشحته لأداء هذا الدور، وكانت لها نظرة ثاقبة في هذا الأمر. وبالنسبة لكواليس الفيلم فكانت كثيرة جدا، خاصة مع وجود الفنان محمد سعد والذي يتمتع بخفة ظل رهيبة، وكان يطلق الضحكات طوال الرحلة. أما عن حياته الشخصية فهو متزوج ولديه ولد وبنت، وقد سلك ابنه طريقه في الفن. فالكثير لا يعرف أن الفنان الشاب كريم عبد الجواد هو ابن الفنان محمد عبد الجواد، وتعمد ألا يذكر صلة القرابة بينه وبين والده حتى لا يعتمد على والده لدخوله الفن. والآن عزيزي المشاهد، هل تذكر دوره في فيلم الطريق إلى إيلات؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.